غنوريكم العدوة اللي زادت في الثمن وطلعت طلعة صاروخية، غنوريها لكم ونقولها لكم عدوة كفر بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله فيديو ديال المشتريات أو التقضية ديال الشهر. هتلاحظوا معي بأنني سبقتها اليوم واقيلا 25 من 26، سبقتها بواحد 4 أيام، ولكن الكل اللي متبعني عارفني بأنني هذه العطلة كنت في دار والديا وكنت في المدينة، وملي جيت التقضية في يدي بلا ما نجلس دوز 4 أيام باش نوصلها لراس الشهر. والكل كيعرف بأن بعض المسائل هنايا ما كنجبرهمش هنا، كنجبرهم في المدينة. هذا الشيء علاش بغيت نكون سباقة لهذا الفيديو هذا. وكذلك أنا يعني شخصيا كيعجبني نتفرج في هذا النوع من الفيديوهات باش ملي كنكون ربما ناسية شي حاجة كنتفكرها. وثاني حاجة واللي أهم اننا كنعرفوا الاثمنه، كنعرفوا اختلاف الاثمنه فين نمشيو للرخا، وربما كنشوفوا شي متتبع شي صاحبه قناه في الفيديو ديالها نشرت بان كاين شي برومو او كاين شي هوته او لا كتكون في الراس ديالنا. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، الناس زوينين، الله يحفظكم ويطول ربي عمركم. ونمشيو مباشره نتعرفوا على هذه المشتريات، وغنقول لكم الاثمنه ونقول لكم باش ما دارش بكم. اول حاجه كنبغي نسبق بهاد البلاستيكات اللي كيديرهم جيبني انا بعدا. كنبغي نسبق منهم وغنقولهم لكم بعجاله، ما غاديش نشدكم معايا بزاف. هنا كتشوفوا معايا هاد الشعريه رسول، هاد العجائن كلها اللي غندوزها معكم كلها عندها نفس الثمن اللي هو 11 درهم. اذا اي حاجه وريتها لكم عندها 11 درهم. الشعريه العاديه كتجي هكا في الليل مع قشي وشاس ديال الدجاج كنطيبوها بمطيشه، كذلك هادو اللي كيديروا بلي بات وتا هما ممكن يديروه بمطيشه مع قشي وشاس. ها انتما هنا 5 دراهم ديال الكاكاو غمره، وخا كيعطيو فيها غير شويه. المهم هنايا لسان الطير جبت غير نص كيلو، هذا راه كيلو 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 شتيها، حنا دوزنا هذه بسرعه ياك. نجيو لهذه، علاش بغيت نشارك معكم فيديو؟ حيت بغيت هذا الشيء نديرو في المنظمات ديالو في البلاكار، وقلت خصني ندوزو معكم. هذا الفول دائما كنصحكم البنات ملي تبغيو تشريو الفول والجلبانه ديال البيصاره ديال وقت البرد ما تشريوش الفول الغليظ، خذوا هذا الفول الصغير. هنا غتسمحوا لي والله ما عرفت الثمن ديالو. هنا اللوبيا خديتها ب 420، حيد لي درهم خلاها لي ب 400. ها هي خديت كيلو. وهنايا انا هادشي كنكون عامدة نعطيكم الاثمنه. هنا الروز كلاصي والروز العادي، كتعرفوا مع الشلاضه بعض المرات في الليل في العشاء كنديروا بالحليب كنضيفانيو به. هنا الجبانه ها هي ديال البيصاره، هي هادي البنات جاي غير وقت الشتا والبرد، وانا كنحمق على البيصاره وزيت العود وبرد ديال اتاي وتكون الشتا كتصب. وانا كناكلها ومن في الزلافه وداك البخار طالع تبارك الله من ديك البيصاره كتجي غزاله. هذا الروز كلاصي واش 15 درهم 16 درهم في هاد الفندق. ها حنا دوزنا هادي. هنا عندي العدس، العدس خديت تبارك الله ما شاء الله عند واحد الناس كيبيعوه زارعينه في بلادهم، خديت كيلو جوج كيلو جوج كيلو ونص البنات، خديتو الشتا كلها. طريقة الاحتفاظ انا كنديرهم في الثلاجة البنات، عندك هو والحمص غنوريه لكم باش ما يرومدش، كنديرهم فواحد الطويصة ولا واحد الكوطي ونديرهم في المجمد. ما عندكش لي سباس في المجمد ديريهم في الثلاجة تحت، ما يوقع لهم والو، ما يرومد ما حتى حاجة. هذا العدنات العدس داك الاحمر داك القهوي كيكون بنين البنات، عرفتي ملي كتصفر الكوكوت كتشمي ريحة العدس. خليني من هذاك الرقيب وما كيبغيش كاع يطيب. هذا عندك الناس خديتو ب المهم بجوج كيلو ونص بألف ريال، هي شحال الكيلو؟ بربعمية ريال، واخا ربما زايد، ولكن حيت دقتو عند الوالدة ديالي وحمقني وبنين ودغيا كيطيب قلت لها منين شريتي وخديتو تا أنا من عندك الناس. نجيو لهنايا عندنا العطرية، العطرية ختكم خدات السودانية شكرها ليا قال لي راها حارة ساعة مبغاش يطحنها لي، قال لي إلا طحنتها لك غادي الحانوت كله غيرب، قال لي تديها لدارك وطحنيها. غنطحنها غير بشوية بشوية. ها هو الحمص، الحمص خديتو بربعمية وثمانين ريال، وسيدي باعو ليا قال لي من هنا وقد ما غادي نواصل إن شاء الله رمضان الله يطول ربي العمر غادي يزيد يطلع، غادي يفوت البنات يوصل حتى 600 ريال. اللهم انا خديت كيلو دابا على تيساع، غادي نفيري فيها كنحيد منه داك الحجر وداك الشيء ونديرو في العلبه ونديرو في المجمد، كونوا على يقين جلست عام ما يوقع ليه والو، ما يرومد ما والو، لان في رمضان هانتوما غادي يحيينا الحي وتسمعوا شحال غادي يوصل. دابا قلت لكم خديته ب 480.
صافي هنايا عندي رابعه من الحاجه سكين جبير وهادو طحنهم ليا قدامي يعني خديتهم عواد. خديت رابعه تحميره وخديت هنايا رابعه ديال البزار ما طحنتهاش، كنبغي نطحن كونتيتي بكونتيتي في الدار باش كيبقى فيه الجهد. دائما كنقول لكم العطريه ديالكم احتفظوا بها في المجمد كتبقى في الجهد ديالها. هنا نجيو البنات لهاد الدقديق هذا، خديت الموتزاريلا واحد المرات كنبغي ندير لهم بيتزا كنبغي ندير لهم غراتان ضروري كتبغيو ديك الرشيشه من الفوق، خديت هذه ب 60 درهم وخذوا هذه البنات كنصحكم بها الكحله ديال كاسترو ميكس وتكون فيها الطومبو هذا ديال اوريجينال، ها هي ب 60 درهم كاين اللي كيبيعها ب 65 تشطروا على راسكم. خديت هاد الرشاشه الزيت ديال الزياته ومشيت البنات ناخذ دوك الزياتات المعفرين ساعه ما لقيتهمش وكنت مدروكه بالوقت، كتعرفوا الراجل ملي كيجي يصيفطك تسخري يبقى يقول لك يلا خلاص يلا خلاص يلا خلاص. المهم قلت صافي خليتها المره اخرى، خديتها هذه ب 10 دراهم البنات. هنا خديت جوج ديال معجون الاسنان هاد النوعيه هذه، وهنا فين بزاف نبغي هنا علاش كنبغي نشارك معكم هاد الفيديو هذا، الا خديتوه في الاسواق الكبرى دير 12 درهم الواحد ياك 12 درهم، برا في الهري خديته ب 10 دراهم، ها هي ناقصه جوج دراهم وجوج دراهم هي 80 ريال. ها علاش كنبغي نشارك معكم هادشي، هذه خديتها بشي 8 دراهم هكا، كنبغي بعض المرات الا عجزت العجز ولا كنت مريضه ولا هذا كديرها بنتي مع كتجيها ساهله تشحرها مع بزيره وشويه الملح وشويه زيت العود وكترمي عليها لي بات من بعد ما كتسلقهم وها هي معشيه انا. خديت بونه البنات هتقولوا لي انت في العربيه وكتشري هذه تنشريها ملي كنكون مضطره، انا دائما كنشارك معكم رغيفات بالزبده بلديه ولكن هذا الوقت العلف شويه ناقص البهايم وهذا الله يرحمنا بالشتيوا يا ربي ويعطيها لينا قد نفع. خديت كيلو خديت نص كيلو ملي كتاخذي وحده كتاخذيها ب 7 دراهم ونص، وملي كتاخذيها كامله كتاخذيها ب المهم الا خديتي نص كيلو بدل ما تاخذي جوج رابعه كتنقص لك درهم ما درهم ونص. المهم غناخذ غير نص ندير به شي نهار مسيمنات ونص كنخليها كدهين طاوات ولا دهين المول ولا شي حاجه. فبيم خديت هاد الدوست كلكم كتعرفوا كيدير جوج دراهم وخذوا هذا ديال الفريز البنات كننصحكم به. المهم حتى الاخرين كلها والاذواق تختلف، هذا ديال الفريز كيدير قريب الفولوتي البنات داير جوج دراهم خديته هكا. وهادو هذا ديال بنتي وهادو هذا طبيعي خديته البنات اللي كنبغيها كندير شي كيكه ولا ندير شي وصفه لوجهي اولا كنبغي طبيعي يبقى عندي في الثلاجه. خديت هاد الدانيت جوج كنبغيها كنهار اللي كنكون دايره اليوم الكيك كنبغي ندهنها مع ندهن اليوم الكيك كندير هذا. خديت هاد الجبنه هاد الصلصه الجبنه اللي خطيره واعره كنصحكم بها كدير 800 ريال في بيم زوينه زوينه زوينه. الولدي شافها فق عليها كيحماق لي ودي على هاد الطاكوس وهادشي كنقول اللهم نصوبو له في الدار ولا يشريه ليا برا كتعرفي اش فيه. خديت له هاد الطاكوس هادو كيديروا 6 دراهم البنات حتى هما في بيم فيها 6 فيها 6 الحبات ها هي. وخديت له هادي مع هذاك الشيء اللي كتشحري له داك الشيء دجاج ولا كفته ولا لا قسم الله. هاد البيموات ديال بنتي الخل كيدير 80 ريال البنات كلكم كتعرفوا كيدير 4 دراهم. هذه سباكيتي والله ما عقلت عليها واش 6 دراهم ولا 7 دراهم بحال هكا. الخميره البنات دايره 5 دراهم ونص شي 5 دراهم وشي سنتيمات في الهري، في الاسواق الكبرى دايره 6 دراهم الفوق يعني زايده شي 10 ريال ما قريبا درهم. خديت 3 ديال غتقولوا لي دائما كنقول لكم الا شفتوني خديت من حاجه مضوبله كنقول لكم بانني انا في الدار وفي العربيه بعيد عليا الحانوت كنضطر ناخذ الحاجه باش ما نبقاش طايحه اون بان. ها علاش كناخذ الحاجه بزايد اللهم تحت يدي والعاد كنقلب عليها ونشوف شكون اللي تسخر ليا خصوصا الاولاد تيكونوا في المدرسه كنكون اغلبيه الوقت بوحدي في الدار. العطريه هذه الملحه دايره 30 ريال الوحده دي 3 هدف بيم كنت باغا ناخذ بنتي سقات لي على النوتيلا قلت لها اولا في المقاطعه وثاني حاجه غالي. خديت هذا كاين حتى مرحبا وقيلا داير شي 500 ريال المهم هذا داير شي 22 درهم فاصل شي حاجه. قالت لي ماما صوبي لي الكريب وعندك ما تشريش لي الشوكولا ايوا انا خديته ليها. وفي بيم كذلك خديت هاد راهويه الزيت نقصات نوعا ما البنات غنوريكم العدوه اللي زادت في الثمن وطلعت طلعه صاروخيه غنوريها لكم ونقولها لكم عدوه كفر بالله. المهم خديت هاد راهويه دايره شي 72 درهم رخيصه وديجا جربتها يعني ما بيهاش. هنايا خديت البنات طام خديت هذا ديال هنا 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 كذلك غنقول لكم تردوا بالكم من هذا الاثمن ما نوصيكمش تاخذوا الطون من الاسواق الكبرى ديما سيروا للهري الاسواق الكبرى زايد. تخيلوا معايا في الاسواق الكبرى هذا بشحال داير اقسم لكم بجلاله الله داير 80 درهم اللي هي 16% وخديته في الهري ب 13% شحال ديال الفرق
13 14 300 ريال، هاي 300 غدا نار. خديت هذا اللي لا يعلى عليها البنات، يعني هذا كله يعني كتعرفوا المذاق ديالو زوين. الطريقه انا ما غادي نحيدو من هنا، غير حليتو غير دابا شويه، خديت منه شلاضه، غادي نديروه في القاعه ديال الزاج، واللي باش يصبر لكم بزاف ديروه بالزيت ديالو. دائما هذيك الزيت هي اللي كتحافظ عليه، عندك وديروه ناشف، ديروه في قاعه الزاج وديروه في الثلاجه. انا عاد غنفرغو دابا شويه وهذا، وشو كنقول لكم، الا ما كفاكلتكمش ديك الزيت زيدوا من الزيت الروميه عليه باش يكون مغطي على الطون. صافي، هنايا خديت لهم البنات هاد هولوند لا هولونديز، هذه احسن نوع نقول لكم. انا بعدا الا كلاسيتهم نكلاسي هذه في نيميرو واحد متبعه ولا فاش كيري، عاد دردبل داكشي كامل، وداكشي كامل انا تقريبا اغلبيتهم جربتهم خايبا. هذه البنات خديت لهم ديال 88 قطعه، ها هي راه غير فرغتها الصباح باش فطروا البنات، درت منها هنايا ها هي في البواطه، وكنخلي هذا على برا، وكنت كتسالي وكنعاود نحل بواطه بواطه. هذه البنات الحبه ديالها غليظه وتامره وبنينه، هذه ديال الشدار البنات. هذا صافي دايره هي فيها 88 قطعه، دايره بشي 84 درهم هكاك فصيله. هذه ننصحكم بها جربوها، وغادي توصلوا على كلامي وتعرفوني كنقول الصح. هنا البنات خديت من بيم، هذه دايره 9 دراهم فصيله شي حاجه، مقريبه ما وصلش 10 دراهم. خديت ثلاثه بالمره باش تبقى عندي بيم. وهنايا عندي فينو، الفينو خديت هذا ان كان البنات داير شي 37 درهم البنات، 5 كيلو في مره، احسن من داك القريض ديال كل مره كيلو كيلو كياخذ لك غير الفلوس. هنايا خديت السميده الرقيقه، كنبغيها البسبوسه، ما انا عندي السميده ديال الحرشه البلديه بالقمح طبيعي تنطحنوا على يدي، هذه خديتها غير هكا البسبوسات البغرير، المهم الحاجه اللي كتحتاجها هكا السميده الرقيقه، حتى هي دايره شي 38 درهم، بجوجهم ما واصلينش 800 ريال. 5 كيلو البنات زوينه فايته، مجربانا هاد ان كان زوينه. وهنايا خديت واحد الباله اعزكم الله، كانت هرست لي اللي كانت عندي، هذه خديتها ب 5 دراهم البنات، زوينه وقاصحه، يعني ماشي من هذوك اللي كيترطاو، وكبيره في الحجم، حتى القبضه ديالها كبيره. وغنجي مواد التنظيف انا عاد غنجي ليهم. وها هي العدوه اللي قلت لكم البنات، زادت واحد الطلعه صاروخيه، لقيتها ب 100 درهم في الهريان، 100 درهم تخيلوا معايا، واحد الهري واحد اللي داير له 95 درهم، وفي اتقدا لقيتها ب 95 درهم. كانت مؤخرا خديتها ب 16100، ودابا ملي رجعت قال لي 100 درهم، قلت له شد حق لي راسها 100 درهم، ها هي طلعت طلعه صاروخيه فيها كيلو، انا كنحمق عليها الطيبه زوينه، كاينه حتى كوكياجه، كوكياجه كيشكروها الناس، انا ما عمري ما جربتها، زايده عليها شويه في الثمن، كناخذ انا بالكيلو مره وكنطحنها على يدي، يعني كل يومين ثلاث ايام كنطحن وكنشرب القهوه معطره بريحه مطحونه جديده. ما تنصحكم ما تطحنوش كميه كثيره، انا كنطحن ديال يومين، وكل يومين عاوتاني كنوض هكا الصباح كنطحن شي شويه، كتجي القهوه غزاله. تجي معكم المواد التنظيف البنات، خديت هاد ماجيكس هذا، نتوما عارفين السياق طواليت الدوش الارض، كنبغي هكا مع جافيل هكا كنحكو به كيبرد ليا القلب البنات. ديتو هذا من بيم كيدير 10 دراهم، سمحوا لي الا كتسمعوا لا ماشين كتعصر. هنا في بيم كذلك خديت هاد ديستون اللي ما نبدلوش انايا، داير 10 دراهم ما 11 درهم، 11 درهم فصيله شي حاجه، كناخذ جوج مره باش من باش ما نضطرش نبقى بلاش. واللي نصحكم بها البنات هاد جولدال، جولدال زوين 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 زوين، هاد الماجافيل فيه جوج يطرو ونص ديال بيم، كيدير 8 دراهم ونص، يعني رخيص وزوين. دائما انا ما كيخطانيش عندي ملي كيسالي هو اللي كناخذو. الكاليتي ديالو زوينه، يعني مجهد وزوين، وضروري خصك تزيدي فيه الماء حيت بحال مركز ورخيص، الاهم رخيص. كاين فيه الحامض، كاين واقيلا ديال الخزامه، المهم انا كناخذ هاد العادي هذا، الاخرين زايدين واقيلا زايدين فيه شي 2 دراهم الواحد، المهم 8 دراهم فاصله شي كداشي، راها فن البنات. كنظن انني دوزت معكم كل شيء، هذه هي المشتريات ديالي، تقاسمتها معكم بالاثمنه، حيت ما كاينش شي معنى انني نقول لكم هاش مشريت بلا ثمن، هذا هو الثمن اللي كتبغيكم تستافدوا منه وتردوا بالكم. تشطروا على راسكم، ما تمشيش تخلطي وتشري من حانوت واحد، ساري هنا وساري هنا وساري هنا، واللي لقيتي فيه رخيص سيرو، والله ينزل لنا البركه ويطرح لنا البركه يا ربي. وش غنقول لكم، اش غنقول لكم، ما بقيت ما نقول، زعما الله يكون في عون الدرويش وصافي، لا اله الا الله. انا كنشوفوا انني جبت الاكثريه الاساسيات، تركماليات ما بقيناش كنقدروا نجيبوهم، ما خطا هاد شويه ديال دانونات غير هكا نفرحوا الوليدات هكا وصافي، اما باش تقولوا داك الشيء الاخر ولا ما كاينش، كل شيء اللي هنايا اهم
وتناكلوه وتستعملوه. هادشي اللي كاين هنا زوينه. كنتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم، كنتمنى انه يروقكم، وما تبخلوش عليا به بلايكاتكم بالبارطاج بالكلمه الزوينه يا الناس زوينين. كنبغيكم وكنموت عليكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.